بسم الله جي قنا الصلاة فلنبي محمد فل السلام سينغ سلم إميدي وان تميدي وان ويوها زنين دويو جنين إموها كالتوم هاست إدق التلم نم هي دوان هلواغ دغتاس السيوي تي دغت السيوي دد نسينا فرن تجات اسم دغتين هيرانين نغمي غنن من جنوبنا ودغنس جن دغ ترى منكال الولاية تاتينات الولاية تانجانت تدغدين سنفرن أدواني فول إيد جننة ميزلينين أجننة داسن إزرفان أجننة ويضاسن داغ سدولين غرمان أجننة ويقلن إبرقة سنينين موسن لان تمانكاي تمونت دجننة داغ ومامله دجننة ونسدول إنزرفان ميغواز جنين الاستثمار أدواني واغ التهرغ داغ مجارنين داغ الولاية تاغ إنجانت دي زارغ سمجار إنوائز زارن أما النهض مغام غار للبلدية تان جانت إبراهيم ووان إبراهيم مايجان خير لباس يضير وريد جهرد لباس نسينا مرة القناة تاغن التلفزة تان دزير تاغن الطوسة تاهلواغ تجمع يسالان انت مدين تاغن جانت نكي غدي هاسنا يسالان تاهلواغ من دان هرت ويوم وثنين إلا غورنا تان مرتنون مرتنك داغا كتكيت سمجرو داغا أميديه نميغا أما النهض وان الاشغال العموميه ميغ الشغل ويوهرنين رابح صاش رابح ماجا نشكر التلفزيون الجزائري محطه ورق الاعلى لهذه الاستضافه تدت تنمرت انك داغا تسمجرو داغا مجارين ين هضن انت مدي انت تانجانت مانيت مجار ومن نهض وان التشغيل ميغ الشغل مبكر ماجا تأيت ماشيت ما سينما راهو الوقف ولا اسم وجوري وها نرجم ان شاء الله وانك في الفايده دغ فول ارتوي ايزهير عندها كان كلونات ان شاء الله دغ مدينه جانت الولايه تتينات تيجت وين دغ نتار نمدات سمجرو دغ مجاري وان كوز مجاري ان المدير وان البرمجه تمضي انت الميزانيه عبد الرزاق صدامي عبد الرزاق مايجان مجان اهلا اهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافه تيدت نسينا مراك نسينا مرا وانا تمدام فول ان شاء الله نتار النج ادوني يهارن يضاس يجننا تن داغ ويلن انت صغا دغت مزاغ دهرت وي سيد ولن يسيمن يسيم الاولى وان داغ الولايه تاتينات الولايه تنجنت داتا وين دات وين انت ادوني واغ النيغ النزار سهرت دغ الروبورتاج تكاردي وين هنا ودك نن إيميدي وين نغ فولت على غاتاق تقلت أدوان نواغ هجين يكون ني ضفرة وين الدن نقل الولاية تان جانت تمو استهالت السيم غرم ماسان دغل قابلة نترام نكال وان دزار سيميل وادي سجال خالت يسين كلون الولاية تاغ هات تسريط نكال هاي دق النوفرة ننيد هالن تدولة نيت يتوجاس أسدسن المشاريع الجوت ننسى مظلي نسن دغ من إكيت جنانات فادت ولاية جانت من رخصة مالية تقديرت 16 مليار دينار جزائري فيما يخص البرامج القطاعية بمجموع 102 عملية في مختلف القطاعات عندنا قطاع الأشغال العمومية وقطاع الصحة التربية قطاع الموارد المائية كانت هذه العمليات بمجملها ذات طابع موجهة للمواطنين لتحسين مستوى المعيشي تاعهم استفادت من أغلفة مالية معتبرة لتزويد هذه المناطق ولإيصال الخدمة المياه والخدمة العمومية للمواطن بالنوعية والكمية المطلوبة هذا بخصوص وعندنا عمليات لتأهيل الشبكات بطول 12.2 كيلومتر قطاعي بغلاف مالي 25 مليار سنتيم وعندنا ثاني تأهيل الشبكة بطول 6 كيلومتر بلدي بغلاف مالي يقدر ب 6 مليار سنتيم المشاريع الجوتنين أيكنن ويضداغاني ميركنن دغاغر موانجانت دغمنيكيت جنانات النيت فوليريت ناقاض نيتوس وانسن كلوي مزغن دسيتي انت دولة دلغمارة انتاغ الولاية الحمد لله التعليم زعما كيما مدير التربيه في هذا زعما هذه السنين ماشي كي بكري الحمد لله زعما ولاو الاخر زادوا السعه نتاع المتوسطات كيما هاك والثانويات وزادت السعه شويه ولاو كل واحد يقرا زعما قريب للحي نتاعو الحمد لله يا ربي
وكانت الناس تشكي من البعد ومن النظر، والحمد لله كلش متوفر. ما نقدروش يعني نقولوا ان التنميه ما كانش، ولكن يعني تستحق النوع من التشجيع والمتابعه الجيده والصرامه في بعض الاحيان حتى تكون يعني الانجازات في ما يطمح ويتطلع اليه الشباب المنطقه. شفنا عده مشاريع انجزت والاخرى في طور الانجاز، وهذا يبشر بالخير ان هذه الولايه ستكون ان شاء الله من ضمن الولايات الاولى في التنميه وفي المشاريع ايضا. نحن ما ننكروش اسمنا المجهودات تجدوله للسكن، فعلا جانت وجهه نجمت النماء بالشهاده نتاعنا ان تبنى الدوله الحمد لله، وبفضل الله بنات الدوله تبناه الان، ولكن البنيان كنا نرد زياده. البرنامج المشاريع وقت تسجس الدوله يسد ولن الولايتين تيهن تسريط تانا ترام يكالوان دزير يتوجه فوليريت نجاها لنسنت لسمسون تبغورت لسنت دات كول نرامة واغ اغيل. تيدت تنمر تنميدين نغ واغنا ديكن تكار دي تاغ تداست جننا واغ فوليج دون دغ تاسسيوي تاغ دغينا هر دغ من هذن نغ نزار دغ إسستانن دغ أمغار مغ إمنيرن نغ أمغارن نغ واطفن البلدية تنجانت نسانين ننتغاري وين المدانت إلا نتغورس إسان أيجان إسان مادجيقلان إسان ما هي جين إنسان دنا أوائل انتقرا دا إبراهيم أكيد زرق سستانين ويزارن كي تقصد دمر ويوكن تقصد دمر واغ اندماغ في البلد في الهرت واقلا البلدية ما هن غيت الند دات الخالوان البلدية دات وارتموس وارتقيل دنا جانت الولاية ما قرت بها إمر واغ أسينا مرغا ونهود لهم فول واغ أسستان هيد جيد يموثنين إن هي الفايدة مقرت يموثنين إن إيري ويموثنين إن نجوم يهل البلدية تتزر تسيموثنين ورتموث البلدية تنجانة ولاية الدماء أهل واغ يموت لسايد جين هرت ويموت ويموت يندغ دغ دغ دماء يود يموثنين البلدية نجوم السيموثنين وري الار البلديه للدائره، اما هرواغ سافي دير تموث البلديه ترتايد الدائره ترتايد الولايه تموث هند البلديه تهضني مقورنين بالرغم باللي البلديه تان جانت تمغري النت اكوال من سانسس وين دخل في رجال الاستقلال البلديه تان جانت تلي تبدا الدا او نغاسي موسينين هرواغ البلديه تان جانت توجه البلديه ذات موثتينين ورطت وزاي تتوزاي لغايد لن تتيوى الزيدار غير العالم تمدى البلدية تنجانة أو أن راسي موسينين أهل واقع الدولة تجاس الحساب مقورنين تجاس تكفت الحساب مقورنين أو أن راسي موسينين أنك كان يظهر واقع نبداد فوليري تمامه فوليري تسبددن البلدية تنجانة سبددن نيت فول دار النيت وريت بدد أر استصغاء لأن عندما نهض وان الأشغال العمومية سؤال الموجه لمدير الأشغال العمومية ما هي حالة الطرقات قبل أن تتطور الولاية المنتدبة إلى ولاية كمقدمة قطاع الأشغال العمومية في ولاية جانات لا تكلم على القطاع تكلم على شبكة الطرق شبكة الطرق تكون من 2439 كيلومتر بشتى أنواعها اللي هي الطرق الوطنية على مسافة 696 كيلومتر الطرق الولائية 176 كيلومتر الطرق البلدية 79 كيلومتر الطرق الوطنية أكثر من 60% هي في حالة جيدة 20% في حالة مقبولة و 20% في حالة سيئة أما الطرق الولائية فكلها 100% في حالة جيدة الطرق البلدية 100% في حالة جيدة كذلك تشهد شبكة الطرق وجود ثلاث جسور يعني بطول 1.4 كيلومتر كذلك وجود مطار وطني في عدي السيف 7 اللي يحوي
مدرج رئيسي 3 كيلومتر ومدرج ثانوي 2.4 كيلومتر. هذا واش يحوي قطاع الأشغال العمومية كوم يعني ديزانفراستركتور دوباس في ولاية جانت. تنمرت رقلغ مجارين وانكراد نسان إنين لا ديغ يمانيت إن يوا ديغ إدوال ديغ يغرا ديغ دروغ إن إسان الخال واي واي وايها الخال نشغل إن دروغ سستانين إديك جننا وان أمك مغ الخال واسكالات هي الشغل عد يم يرى مغ أتو تتفولد تاني الولاية جو مثل كما من السنين يليزي اللي ميضان دماغ أتي من ميضان ينهضن إجماعا يمزغن تنطغط طانات مغ هر الخال ويها الشغل لك إيدنا هند أوين رئيس البلدية إن الحال وأن والاستموس ولاية منتدى بعد داتاستموس ولاية ويولي دمير وعاد تموس ولاية كاملة الصلاحية أميرا بالنسبة لهارت ويموس الشغل نكني ضنجوم دغل أمو الشغل أكارت يعني استسود دغل واس أواز جانين النسيج الصناعي الأخرى الوعاء وان العمل درجة جانت ورمقره الآن ولكن فلتس الولاية دي ما الوعاء يوتا بس يمس يعني أوسع در المناصب والنشغل هذه هاس أكد الإلهي أتنين أغتين تيمو سنين كلفنا تدواغ الموضوع نشغل أموسنت يعني يوتن الدغل لأخرنا دغل كل الإمكانيات نسنت أموسنت أموسنت يعني باش يدقلنت مع الزيادة تن تمغرين الولاية تمغرين الولاية دا ظرف وديها سنة الولاية كله أنا كله وأنا غتنفاء تسنة المناصب وتن يعني يوسع له يعني تيدت دقل مجارين وانكوز عبد الرزاق مضان ان الميزانيه انت يسان دروغ ما يلان ما دقلان سستانين يضاس بالنسبه للصناديق والاغلفه والاغلفه الميزانيه الجديده مقارنه بالحجم الولايه يعني ولاية منتدبة إلى ولاية جديدة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة أمام الجزائر الجديدة مجموعة من التحديات في إطار تنمية المناطق الحدودية وخاصة الصحراوي منها نظرا لشساعتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الضعف التنمية الذي عرف هذه المناطق الحدودية من خلال تقاعس السنوات الماضية من خلال شح هذه الموارد المائية الموارد المالية عفوا. جانت تتربع على مساحة 84,186 كيلومتر مربع بتعداد سكانها يفوق 27,192 نسمة. استفادت ولاية جانت من خلال سنتين ماضيتين من غلاف مالي يقدر ب 16.91 مليار دينار أي 1691 مليار سنتيم لتموين 102 عملية. من بين هذه الأغلفة 2.67 مليار دينار بلغت سنة 2023 بغلاف بعدد عمليات يساوي 30 عملية. من أهم هذه العمليات المرصودة في هذا الغلاف المالي مركز حدودي مختلط بين مصالح الأمن ومصالح الجمارك الوطنية في المنطقة الحدودية تينالكوم بغلاف مالي يفوق 30 مليار سنتيم لتسهيل حركة أو عملية مراقبة حركة الأشخاص والبضائع. 400 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري بغلاف مالي يقدر ب 117 مليار سنتيم. 100 وحدة سكنية كشريحة أولى خاصة بفئة الموظفين ولتدعيم على استقرار في أداء مهامهم بغلاف مالي يقدر ب 30 مليار سنتيم على أن تلحق الشريحة الثانية سنة 2024. 67 مليار سنتيم مخصصة لعملية تدعيم الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 30 كيلومتر و 60 مليار سنتيم مخصصة لصيانة الطرق البلدية والولائية. 230 مليار سنتيم مخصصة لإنجاز مستشفى 120 سرير الذي عرف النور مؤخرا بعدما
تمت عملية الدراسة على مستوى الولاية الأصلية إليزي. 4.37 مليار دينار كغلاف مالي مخصص للتهيئة بصفة عامة بجميع شبكاتها المختلفة بما في ذلك الطرق الحضارية والإنارة العمومية. أيضا قطاع التربية باعتبار قطاع هام 61 مليار سنتيم مخصصة لتموين 16 عملية تخص إنجاز مؤسسات تربوية جديدة وإعادة الاعتبار وتهيئة وتجديد التجهيزات الخاصة بهذه المؤسسة. قطاع الصحة 17 مليار سنتيم كذلك مخصص لاقتناء سيارات إسعاف خاصة بالمناطق النائية والمناطق الحدودية واقتناء تجهيزات طبية التي ستوزع على جميع الوحدات الصحية بما في ذلك قاعة العلاج. القطاع الإداري أو الهياكل الإدارية كذلك استفاد من دراسة لإنجاز 14 مقر مديرية جديد الذي سيحظى أو سيدعم هذه الولاية بتحسين الخدمات الإدارية، بالإضافة إلى قطاع الموارد المائية الذي تم رصد له كشريحة أولى سنة 2022 بما يقارب 25 مليار سنتيم مخصصة خصيصا لشبكة توزيع المياه الصالحة والشرب. هذه بصفة عامة أهم المشاريع أو المشاريع المعتبرة التي تم تسجيلها في الغلاف المالي السابق الذكر، بالإضافة إلى هناك تسيير مباشر من طرف سادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية برصد ما يقارب ب 282 مليار سنتيم كمشاريع مسجلة في إطار المخططات البلدية للتنمية على بلديتي جانت وبرج الحواس، الذي سمح بتسجيل 178 عملية وتم الانتهاء من 93 عملية سنة 2022 في انتظار نهاية سنة 2023 عفوا، والذي يعرف تطهير المدونة باعتبار أن 93 عملية الباقية سوف يتم الانتهاء منها. هذا مجمل الأغلفة المالية المرصودة لهذه الولاية الحدودية. نمرت عبد الرزاق لقلق أمغارنين أغل من نهض وعفوا لتزيهة الولاية أمغارن الولاية إبراهيم إذن دغ جننا وأن جان الجنن تمزق مدان الجنن كان وانا واد الجهه امغار وان الولايه ما يكنن ما سنتن الدغهره ويتكن الكي ما انك ويكن المجلس انك وفلت بدد ويكنن دات ضفره وين انك واستجماع ميت تكنين درو ويكنن ما هرت ويوم نين فلت بدد ما نون كون وانا واتجه بودي ما هرت ويوم سنين دماغ أهل وأن الجهن كان ضا أرى الساقة تنمي أرواغ لكن ضا شاقة وهن المجلس واغا انجانت يموثنين بجانا فلت مزاقتي غنجانت اتمزاقتي هن انتيني ري مدانت أموثنين إنا كد هرت ويموثنين ويغا شاقة أدرتي أغدير هرت ويموثنين إن كفانت الأهمية هل كفانت الأولوية كفان الأولوية الأهمية يا ما دار المناطق النائية تيا يكيك فغ الميتالنين إنك كندي مروا هرت واي موسنينين نجمة تتن كندا المنطقة تدا تموسنين توجج هلا أن اللي راه تبعد على مستوى مقر الولاية تادا 350 كيلو إنك نادى سهرت واي موسنينين إن استجلس الدراسة أن أبرقة واي موسنينين يفعل جانتك إك تادا نستجلس المشروع واسي موسنين ودغيس السنة الدنيا تادا آمان المشروع موسنينين الفوراج هيكنين ان شاء الله ومسنين ديمان كيض نحي والباش ايديكن ولكن ديمان قال الدراسه نت باش تسد باش يدي بدو وهضن اما هرت ومسنين يقال المنطقه الحدوديه هون تتقلت برنتينا الكمسه نسجل سمشر عمو سنينين يدقنت الفائده يا المواطن وين دغي هن يهن تلقوا تنا مفور خاطر ويغدونت اكل انت صوات ان دروها كنا الجيش الوطني الشعبي ما قاصن ان الحدود وين لا انت صوات ان غاسم وسيدي ناكد هرت ودي هرين لنا تدني سلان دغ الجيش اكل انت اللي لاسن او ان هاك جنة اما فيما يخص دغ دغت مدينة تيمان نيت المشارع مو سنينين لو يكننين لو مو سنينين كان ناني مير هند مثلا لا الشاطو تندغ دغ هون الاحياء وينظر واز لا قاعه العلاج كنت ترتض هون المدارس التربويه كنت ترتض لا رسنت التهيئه لا رسنت ليماتيكو كنت ترتض ويا موثنينين ليماتيكو ويا توفات مدان غسيني قلن ليكون يبي يدير فرصه نهارتيا
بارك الله فيك. تيدت إلقى لغة مجارين وأن الأشغال العمومية في إطار ربط، أعطينا أهم النقاط التي تم ربطها من مقر الولاية إلى المشاريع التي ذكرها رئيس مجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمتوسطات، بالنسبة للمتوسطات البعيدة، المؤسسات التربوية أو فيما يخص القرى النائية، شبكات الطرق من إلى، يعني من الولاية إلى تلك المناطق. بادي هذه بدء، احنا كل على كل حال نعطي كيش نقول احنا صورة على المشاريع التي تم يعني جلبها من الولاية الأم، استطعنا الانتهاء منها جلها يعني 100% انتهت الأشغال منها، وما تخفيكش باللي الطريق الوطني رقم 3 تفرع منه كل هذه الطرق اللي تحدث عليهم سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أغلبيتها يعني سواء اللي تدي للقرى أو تدي إلى المداشر أو تدي إلى البلديات، أو كل الطرق احنا اللي راهي عندها يعني ارتباط مباشر بواقع أو بالمصالح الشخصية للمواطن كلها انتهت، سواء على مستوى الوسط الحضاري اللي استفاد منه قطاع الأشغال الأمية أكثر من 9 كيلومتر انتهت الأشغال منها، على مستوى إفري ولا على مستوى من جهة خاتمة ولا مستوى المتوسطة الجديدة، كيف يسموها هذيك المتوسطة الجديدة، ثانوية الجديدة، أن كل هذه الطرقات تم تزفيتها بالخرسانة المسلحة، وفيه برامج واعدة في المشاريع واعدة في البرامج المستقبلية، سواء على الوسط الحضاري لبادين الجنات أو الوسط الحضاري في بلدية برج الحواس. ما تخفاش كاين مشروع انتهت الأشغال من الدراسة انتهت الأشغال منها لإنجاز طريق اجتنابي لبلدية برج الحواس للقضاء على الاكتظاظ اللي يشهده الوسط الذي الوسط الحضاري اللي يمر منه جل المركبات والأشخاص، هذا لتفادي حوادث المرور في الوسط الحضاري لبلدية برج الحواس. الدراسة انتهت يعني 50 كيلومتر. كان في الوسط الحضاري برج الحواس الثاني فيه أشغال راهي تنجز على مسافة أكثر من 4 كيلومتر، هذه كلها تدي للمتوسطات والمراكز الحيوية اللي عندها علاقة مباشرة بالحياة المواطن. إذا تنمرت إلقى لغة من هذا وان الشغل زيادة لنا في الولاية سواء عندك الدونت جار عندك درجنا نوايا فلت بدل جار عندك الطمع ولا إيري ويسم دنتغار النت يرو ولا دماغ تغجن إن أسستاني إن نهار تواقل إن ميت واد الرقمنا تغجننا ميغ أغيل وان التشغيل دغ الولاية تانجانت تينا. بالنسبة الرقمنا دغ الولاية تانجانت القطاع وانا نغوان التشغيل إيها القطاعات ويزارنين الجهنين الميدان وانا رقمنا بقوة نكن دماغ دغ القطاع واننا بس نخدم تقريبا السلم مراسلات تقريبا كل الهيئات لنا سواء لاكناس لاكازنوس السينار والصناديق كله والمديري مديريه التشغيل ماني الوكاله خدام سل الرقمنا كل المعاملات نغد جري نغد المواطن ومسند بالبوابات لان لا تقريبا اكل ينغوي غل هيئات الى البوابات النت الزانت نت المواطنين وخاصه الشباب اللي هم يعني الفئه اللي تات مؤسسين انت يضاس المواطنين يبوجه حسر سهوله انواع الاخرى الشغل ويا قد جامضين الجامعات دي رواي كان التكوين كنا شهاده الدبلوم فولمانيت وين كله الزانت نت البوابتين باكفاء المثال بالنسبه دار المديريات اننا دماغ المراسلات الإدارية تغور لنا تقريبا إلا في أمور بسيطة أهضا كله نخدم بالبوابات تنجام ونلاد مثلا دغل المجال وان اليد العاملة الأجنبية الشركات يغد تاوين نخدم ويا مسنين جزائريين إلى بجيك لكال ويا باش دكنين الرخص جواز العمل نلال البوابة نغتموس إنه مربوطة مباشرة بالوزارة دي. يعني بدل نجو ما نغياوي الملف يعني مقر إنه يموسين تكارتي كاردي وان دماغ تقريبا سنات كاردي وان الدياوية هذا كله تيدي كان عن طريق البوابة
عاد يعوض الوزاره الى كمية دوسي نيتي تكل الجواز العمل النيتي وهذا كاكدغ القطاع الصناديق وهذا دغ لاكاسنوس نفس الشيء لان عد مثلا لاكناس تلا البوابات هنا تمستين انت تدوب الاتجاه تكن ديكلاراسيون لا فيلياسيون المشاكل وير بدون ما تتنقل يعني الوكالة نفس الشيء تلا وسيط أونلاين اتجاهات تكند المعاملات إنك دون عن التنقل تقريبا يعني الرقم أنا بالنسبة للقطاع وأننا أصبحت يعني إيه أنت موسنين يعني القطاع يتعامل تقريبا كله بالرقم أنا يجمع ضل المجال وأن ديوتنت كاردي وانتي غدا الملفات يعني أو إن ده نجمع يعني مزغن أو إن ده نجمع الدولة أو إن ده نجمع الولاية تاتينات إذن دماغ دوبتين نك تفول تان سنات نسينا فرن أغي الواقع لن إبرقة داتا وين داتا ورنك ورنك ورن جهدون يفولا وين النس جد إيه دا تكاردي وين هنا دكنن يميدي وين نغ لا تسغى فولا دوان نواغ إس إلكام إتنج نكد ميدي وين يكون نها السجديم تتيني متت إدن نقل أمو كان أمبرقة دغ الولايات انتين عينين يا موستجت وتان التنمية دغ الولايات أن جانت تجرو تمنها الطن الأشغال العمومية من إكت المشاريع وين أمو كان أمبرقة سيت داغ الدولة تكفى القيم مقرا إيواغ جننا بالنسبة للطريق كيما هذه الحمد لله هاك تشوف الله يبارك الطريق جانات بالنسبة من جانات عين بربر لإيفري راهي مليحة برج الحواس وشنو كاين بلايس اللي وين كاين مثلا حبطات بزاف كاين طلعت بزاف راك عارف هذا ما ولا لي فيراج لي فيراج طرو كاين امي هنا داخل البلاد الحمد لله احنا في مدينه جانت كيما نقولوا الطرقات دركا خير من قبل وعادوا كيما نقولوا طريق مزدوج راه الله يبارك يشمل من المطار حتى لجانت سونتر وما دابينا يزيدوا من جانت حتى لعينا بربر ويزيدوا يكملوا لنا من جانت حتى البرج الحواش طريق مزدوج ونتمناو من الدوله تزيد تشوف لنا في طريق مقيد وطريق توسيع الطريق اليزي جانت ماذا بينا شبكه نتاع الطرقات هذه زادت سهلت لنا حوايج بزاف وخاصه الازدواجيه هذه اللي داروها وان شاء الله وزادت سهلت لنا حوايج بزاف في السياحه وعلى المجال السياحي هذا نتاعنا وما بينا زيدوا يفتحوا لنا الطريق نتاع اماكير يربطوا لنا في طريق نتاع اماكير وهذه هي ان شاء الله يكونوا حاجه مليحه فيها المشاريع اينين وين ممكن برقة دغجانت فريت نوكو سنتيم خوتار تنسيك الفول مزغن سيت داغتيري تم برقة اسم نيك تيغرماتين تيوجدنين ايتاغ الولايه للطرق الوطنيه استفادت مديريه الاشغال العموميه من اربع مشاريع لتدعيم الطرق الوطني في إطار صيانة الطرق الوطنية المشروع الأول ما بين حدود مع إليزي وبلدية برج الحواس على مسافة 30 كيلومتر وأما المشروع الثاني فسينطلق في الأيام المقبلة إن شاء الله ما بين بلدية برج الحواس وبلدية جانت على مسافة 30 كيلومتر كما تمت الاستفادة من مشروع 7 كيلومتر على مستوى الطريق المزدوج الرابط دائما في الطريق الوطني رقم 3 ما بين في مقطعه المزدوج ما بين الطريق الوطني رقم ما بين مفترق الطرق 1114 ومفترق الطرق المؤدي إلى المطار في إطار تنفيذ المشروع الذي يتضمن صيانة وإعادة تهيئة الطريق البلدي رقم 210 للطريق الرابط بين مطار جانت والطريق الوطني رقم 3 حيث تم الانطلاق في الأشغال منذ إعطائنا إشارة الانطلاق ونحن عازمون على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد فرأت أنتو قوسن جانت دغل غدر وننجيت وجنت من إكي تجوجار تيو سغنين إن بغبا غد جاهل دغم ماس نغرم تيغ تجوجار إكسنت من إكي تكرس تنمرت فولتك أرضيتاغ تجوج جين هنغسن في اللي هو اي جين دغ دوني وهنا جين كد مجارنين ادق لغ امغر مغ من هاد الاشغال العموميه رابحه صاص فول جننا و ون يبرقه
دروغ دنا تدوبيد هنا تكفد برقة ويكنن تشم برقة ميغا هرد ويكنن في الأشغال العمومية. أهم الإنجازات مديرية الأشغال العمومية من تنصيب جانت كولاية جديدة إلى وقتنا الحالي. شكرا. سنة 2022 شهدت مديرية الأشغال العمومية يعني تسجيل مشاريع مبلغ مالي إجمالي يتراوح بين 206 مليار. نذكر بين المشاريع الهامة اللي هي تدعيم الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 30 كيلومتر بين برج الحواس والحدود مع ولاية إليزي. عندنا صيانة الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 3 والمطار على مسافة 17 كيلومتر. صيانة الطريق الولائي الذي يربط الطريق الوطني رقم 3 وقرية إهرير على مسافة 15 كيلومتر. ضف إلى ذلك برنامج الصيانة الدورية للطرق الوطنية، التشوير الأفقي على مسافة 317 كيلومتر، إلى غيرها من المشاريع الأخرى. صيانة المطار اللي هي تصليح التشققات على مستوى المدرج الرئيسي والمدرج الثانوي مع التشوير بتشويره بالسينياليزاسيو اوريزونتال تاعو. هذه اهم الانجازات اللي راهي في 2022. في سنه 2023 المشاريع كلها يعني الاجراءات الاداريه انتهت وسلمنا كل الاوامر بالانطلاق في الاشغال. نذكر من اهم المشاريع الهامه اللي هي تدعيم الطريق الوطني رقم 3 اللي يمر بوسط الحضاري لمدينة جانت على مسافة 7 كيلومتر، عطينا الأمر بالانطلاق الأشغال لمؤسسة سوناترو. كذلك فيه الانطلاق في إنجاز أكثر من 165 كيلومتر على المسالك الحدودية يعني تزفيتها يعني بالخرسانة بالطبقة الثلاثية. أكثر من 165 كيلومتر سيتم الانطلاق في الأشغال في الأسابيع القليلة القادمة. كذلك نروح يعني بمبلغ غلاف مالي اجمالي يقدر باكثر من 365 مليار سنتيم. نروح للبرنامج تاع سنه 2024 اللي نذكر من بين المشاريع الهامه هي تدعيم الطريق الوطني رقم 3 اللي يربط بين جانيت وبرج الحواس على مسافه 30 كيلومتر. يعني احنا يعني رحنا الارتكاز تاعنا او الوسم تاعنا خليناه منصب على المقاطع الاكثر تضررا اللي هي بين جانيت وبرج الحواس على مسافه 30 كيلومتر. كذلك صيانة الطريق رقم 3000 اللي يربط بين الطريق الوطني رقم 3 وتينالكوم على مسافة 20 كيلومتر. ثاني المناطق أو المقاطع المتضررة على مسافة صيانتها على مسافة 20 كيلومتر، إلى غير ذلك من المشاريع. وكذلك صيانة المطار يعني مقاطع من وين ونحن يتم المدرج الثاني والمدرج الرئيسي فيه تشققات ثانية سيتم معالجتها إن شاء الله في البرنامج سنة 2024. كذلك الصيانة العادية والصيانة الدورية للطرق الوطنية. هذه بصفة عامة المشاريع من أهم المشاريع اللي راهي تم الانطلاق فيها والتي سننطلق فيها والتي هي مبرمج الانطلاق في سنة 2024 إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ذلك. النقل من نهض وان عبد الرزاق من نهض وان برمجة لمضان وان الميزانية، المدير لو تفسر لنا الأرقام اللي عندها علاقة بالأشغال العمومية للمواطن البسيط، عطيتنا رقم فسر لنا في الواقع. إضافة إلى ما قاله زميلي مدير الأشغال العمومية الذي هو مسؤول على قطاع الأشغال العمومية، ما ننساش الطرق الحضارية التي هي تعتبر كذلك أشغال عمومية من خلال الرقم الذي ذكرته آنفا اللي هو 467 مليار سنتيم الذي مخصص أو مع مسير من طرف مدير التعمير والتهيئة العمرانية. هذا المبلغ بعد يعني تشخيص جميع النقاط المتضررة على مستوى ولاية جانت وبلدية برج الحواس تمكنا من حصر ما يقارب 90 مليار سنتيم. هذا المبلغ
مخصص الا الى الطرق الحضريه. كي نقولوا الطرق الحضريه يعني ما نقصدوش الطرق الوطنيه او الطرق البلديه او الطرق الولائيه. الطرق الحضريه هي التي تكون على داخل النسيج العمراني، وهذه العمليه يعني تكون بعد ما انتهينا من جميع الشبكات القاعديه بما فيها التطهير وشبكه التزود بالمياه الصالحه للشرب إضافة إلى شبكة الإنترنت، لتأتي كمرحلة ثانية يعني عملية تزفيت الأحياء ولتعتبر أحياء حضارية، لتنتهي عملية التهيئة بعد ما يسمى بالإنارة العمومية، وهكذا يكون قطاع الأشغال العمومية مكتمل بين قطاع الأشغال العمومية اللي هو يخدم خارج النسيج العمراني، بالإضافة إلى قطاع الأشغال العمومية بصفة مصغرة الذي يكون داخل النسيج العمراني. تنمرت عبد الرزاق رقل غامغار وان الولاية تان أمغار وان البلدية تان جانت إبراهيم وان سستاني يضاس أغيل وان ميدي وضن المشاريع وان موادن ميغو المشاريع ويلن انتي صغادغ جننا وان الاشغال العموميه ما كنا ويا الزهر نلوغ بوها مروه هنا كنا البلديه تان جنت المشاريع ويقن الاشغال العموميه هن يبرقة تن لا برقه وابو ثنين يكس ازازا مقارن دغكال وغبرق ارمستيد وين نرام فواتين انتين لكم ادي مغستسراس وغبرق يكس ازازا مقارن دغكال فود لا سنجوم وغبرق دوريكني الكره فرت وتجنا دغك يمقرن هلا ولكن نهر وديكنا ابرقه ولنا يموس الراحه يكال داغ ايدك وديكنا يكنا دغدغ يموس سنينين اكل الدنيا يجرز صندغينين يكنا دخت دقه وتمستين دروخ سياحيه اكل الدون دماغ يموس المتنفس وان العائلات تختمد انت ننغنجانت اما هرت ويقال المشاريع وتكن البلديه تنجنت على مستوى ضغط مدينه لنا لا المشاريع مو سنين نكن ندليكون لا المشاريع كنا المناطق النائيه لا المشاريع كنا دغ الاحياء اخر دنا نكنا تاف ولتمو سنين تين المؤسسات المصغره هون لونسيج لاكنيك لان جيم تيا اي وين التاف ولتنسنا البلديه تنجنت باش توفات وريها ولينين الدنيا تاتمو سنين لما رواز دغ ويهضنا ويا ورتي وي تفولتني الدغدا تيدت هرت وين دغ تار ان دق لغ من نهض وفول نزيهة دغ جننا وان الاشغال العموميه رابح ما مصير مشروع الحلم بين ولايه جانت وقريه قريه امجي ما 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 مصيره يعني هل هو راح يتجسد في ارض الواقع هل هو اعطينا تفسير هذاك الحق المشروع اللي تنتظره كل ساكنة جانات واللي راح يفك العزلة نهائيا عن ولاية جانات. الطريق راح يربط بين برج الحواس وبرج عمر دريس مرورا بام جيت على مسافة 350 كيلومتر. الدراسة يعني الرواق هذا تم هو اقتراح من مكتب الدراسة ثلاث نقول احنا رواق وتم الموافقه يعني على الرواق صي كملنا يعني الموافقه النهائيه على الرواق الرئيسي. تبقى المدخل الى تيجن توثرا فيه شنو نقولوا حنايا دي ريزيرف من قبل لو بي ان تي، وستتم الموافقه النهائيه في الاسابيع المقبله نهائيا على المدخل. الطريق هذا راح ان شاء الله يتجسد في السنوات المقبله ان شاء الله إن فوا ولا الانتهاء من الدراسة اللي راهي بلغت شوط كبير منها، وإن شاء الله نكونوا في الموعد إن شاء الله. جانت إن شاء الله تكون عندها أكثر 190 كيلومتر في التيريتوار تاعها يعني في الإقليم تاعها، وتبقى المسافة الأخرى في إقليم مدينة جان إديزي وتمرست. وشيء يجسد ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله هذا المشروع يزهر ان قلت اساتي مزاغ. نتمنى احنا ان شاء الله كقطاع ولا كساكنه. تيرت لقلغ مجارين بو بكر فول هرت ميتي وطانا تان زوز لي ما وضوي لنين المشاريع دغ ميت دغ تمدين تا ميغ الولايه ندروغ تانجانا. بالنسبه لفول السؤال انك بالنسبه لزوز للشباب ولين المشاريع
والموضوع الى العلاقات البلديه طبعا خاطر اكفاسا القانون ان دار المشاريع كله يغن البلديه اللي لان درسنا حصه موسى 20% دوك هذه الحصه على حساب طبق النظام البلديات الشبابوي ولكن اذا كان تقصد دغل زوز لي نسن دغل المشاريع وان الاشغال العموميه ويدي يعني على حساب واجندة الولاية يعني تقريبا الشباب على حساب الإمكانيات نس الإيمانية يعني ما تقليل جدا ما اللي يتجه لهذا المجال لأن حتى باشيديا والقروض الصناديق ويغن لانعد اللي هو لانسج سابقا للأخر يعني يطلب له بعض يراها إنني لا الإمكانيات موسن ولذلك تقريبا وصلوا نس يعني دار المشاريع انت كان المشاريع يعني موسن ورينا الامكانيات مقرن انا ايضا موسن نزوز له نسن يعني تعال امداد تقدر تندين المقاولين لا نجوم يعني مقاولين موسن وينكال يعني موسن المقاولين لان كان المقاولات نسن قبل بعيد فول الصناديق وياه دونك دغ الميدان وعن زبوز لي نسن يعني على حساب النسبة إذا كانت وين تجي يعني على دغ المشاريع أكو يديو ما إسكي زبوز لي نسن أزم دغ واغ المجال إسكي كان تجه أنت دغ الإمكانية تنجام والله الإمكانية الخاصة نسن أيضا ساكن أيضا يعني الصناديق ويغ هم اللي عندهم إيلان الدور مقارن باش ويغ الشباب تنمهلن سني لا لم باش دجه المجال واغد خاصة الأشغال العمومية. تريد تنمر تتقل من هذا عبد الرزاق مضى للميزانية لو تعطينا تفسير للمناصب اللي متعلقة المناصب الجديدة اللي متعلقة بالأشغال العمومية عددها إذا كان في شكرا يعني ما يخفيكش باللي الجزائر أو السلطات المركزية انتهجت ما يسمى إصلاح ميزانياتي عميق يعني من خلال القانون العضوي 18-15 هذا القانون في الشق الخاص بالتوظيف يعني كان أعطى أهمية قصوى يعني في إعادة تصنيف الموظفين حسب الشبكة الاستدلالية الجديدة بالإضافة إلى إعطاء حصة الأسد يعني للولايات العشرة باعتبار جانت أحد الولايات العشرة المستحدثة جديدا يعني وتبقى عملية توزيع المناصب المالية من خلال كل دائرة وزارية بما في ذلك دائرة الأشغال العمومية هذا من جهة ومن جهة أخرى التركيز أكثر على العمال المهنيين باعتبار قطاع الأشغال العمومية يعتمد بصفة أولى على العمال المهنيين الذي يكون العمل تاعهم آنيا وعلى مستوى الطرقات وشبكة الطرقات وإصلاحها هذا يعني ما يمكن قوله في قضية توفر المناصب المالية في ولاية جانت. تيلت لقلغ أمغر وفل نزيهة زيهة الفلس زيهة الفلس يوارت زازا ما قرندغ أغيل وانا أغيل وانا نسدو الشغل ويرتين مغواز جنن الإشغال العمومية كودي التسير تيم تانا تجيري وند دي المدير والأشغال العمومية ميغا كيين مهالفو المالي بما أنك هند البلدية تنجان التأسيم وسنك كيادي ميغا المشروع يموسنين نبرق ميغا المشروع فتح مثلك من الضروري نستشير المصالح التقنية التي الأشغال العمومية علاه خاطر راه مصالح تقنية كنك كيادي كنهرت أرس الاستشارة التقنية تن ترافو بيبليك أنت ظهر أي كان اللي فيه تكنيك الديفيات الوايدة هرت على أساس أنه نكيد صناك نون الأمور نكيد ننطلق ودغ الإنجاز الوهرت تيدت تنبرد دات وريم دي نسانين نرى دواني إن إديات فول أجننا واغي لانتصغى فول سمغر ميغا زهرون الولاية تاتينات سبرقات النت ادمد النت وفلت سيفا وفلت زيهة الجر وينكال ولا وين اغيليا
الزهر تن طانا طية طانا طانا تاج الدولة في السدول إن غرما ويغ إنك دروغ ديغ دون إيان ميغ أجننا إيان تافول تية دغ جننا واغ تاتقلت تان الاستثمار دجننا ومامله ويسرتين دروغ يسرت جننا تموجان غرامدان دات ورنتيت والنواغ يكون تسجديم مغتيني ما تكاردي انا دكنني ميدي وننغ فراوين يكون دنقل غانت تيوس داي يرودا سي يندغ داغن نيوللغ الشيلنين ايغا سغورات الصومندو يندغان غاتن ويادغدنين دفراس تقل ولايات مدات يندغ داغونا يموستو ايزينو انامك نون الرخام انتوان غرانيت وادا يندغ داغن سيديس نيشوتين تنفا دغتا سيدي نازغر بلاصه هنا نخرجوا الحجر حجر تاع الرخام ايوا نجيبوه ونحطوه هنايا هكا كيما راكم تشوفوا عندنا ثلاث ماشينات تاع كابل ديامو كابل ديامو كيما كنت تشوف هذيك راهي تقطع حجره ايه الحجره نحطوها هنايا هذه نتراسيها شويه باش كابل يدور ايوا بعد نجيبوا كابل نحطوها نيفو معاه نيفو باش تقطع نيفو نحطوا الكابل يبدا يدور تقطع ومن بعد صاي كي تكوبها نكوبوا على اربعه وبيان على سته كيما على حسب الحجره كيف تكوبها كيما راهم خارجين هذوك الحجرات ايوا من بعد من ثم نفدوا من دون الوزين ثم يزيدوا فينوهم ويخرجوا من الرخام ديالهم. اكدنا مرارا وتكرارا لان ولايه جانت ولايه يجب ان تعتمد على الاستثمار خاصه اذا ان لم نقل الاستثمار الصناعي خاصه الذي بادرت به شركه نور هذه التي ربما هذا الانجاز سيشكل انجاز الاول من نوعه على مستوى هذه الولايه الفتيه ويساعد على مستوى ايرادات الولايه. ان قاتنا قوتنا نوفر نشغل داقانات شيلاني داقان وننامك نو انتي نفرقان دالي ولا تارنا طرام نكال دفرا قراو واقان كيل داقونا انسيدي ستيلي طغور الدولة في راداو دنارتا وين كان نندي ار ازدور نافريك ولاية جانت لها طابع جغرافي فيه امكانيات ومقومات كبيرة فيما يتعلق بالاستثمار سواء تعلق الامر بالقطاع الفلاحي او القطاع الصناعي او حتى القطاع السياحي باعتبارها ولاية سياحية بامتياز. طبعا هالملفات هال جميع المقومات يجب ان تستغل ويجب ان لا تواجه بالبيروقراطية وفتح المجال ووضع تسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. افتحنا مؤسسة التسليد الملبنة افتحناها على اساس ان نوفر الحليب للمواطنين. حليب هذا الحليب انسان مواطن سامبل يلقى الحليب يلقاه بالسومة كيما هذه 23 حتى 25 راهي بركة كبيرة. درنا المشروع على أساس نفكوا العزلة أن رانا في الجنوب. عندنا حليب مدعم من الدولة الحمد لله، نحاولوا أن قد ما نقدر إن شاء الله أن نعطوا المواطن حاجة اللي يبغيها. حليب مدعم، حليب يجي رخيص، كاع الناس يقتنوه عادي إن شاء الله بربي. في الاسم مسكل انكا تنواد غير كالندي أرواد تغسن ديس جران دغساون ونسن دار رغيسن في لاتن زنزين أغلا كون انتلقاون دغسو كان ونمدان تنميرت فوال تكاردي تاغ هنغيت تجيت ميغ هنغت كن هرت دغ هنغت سن فلولو فوال هرت وفول يجدوني نسنفرند جننا ومامله اد دس مشكل نسلغتين جير الولايتين الكاميد يقل ان شاء الله جير الدولتين تين اترام اد سمجرو مجارين وهنا ديوسن منصور صادقي المدير وان التجاره مغمام على دغ الولايه ان جنت صادقي ما جان بارك الله فيك شكرا على الاستضافه دنا غاسستاني وعزرن فول تجاره المقايضه ما غير تن فول تجاره المقايضه دغ الولايه ان جنت بالنسبة لتجارة المقايضة تعرف أن ولاية جانت كانت تابعة لولاية إليزي سابقا واليوم راهي أصبحت ولاية يعني بكامل الصلاحيات وفي الإطار هذا نتاع تجارة المقايضة كان فيه صدر قرار يعني مشترك وزاري مشترك رقم المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 ومن بعد يعني ترقية هذه الولايات العشر إلى مصف الولايات الوطن ولاية كامل الصلاحية عاود يعني تم تعديل هذا القرار الوزاري المشترك حيث أصبحت ولاية جانت من بين الولايات الحدودية اللي تمتاز بهذه التجارة تجارة المقايضة
بالنسبه لجانات يعني اندمجت في هذه ممارسه تجاره المقايضه مع دول الجوار مالي والنيجر يعني في 2022، وين كان فيه يعني تجاره يعني تبادل صادر يعني مواد ولا بضاعه اللي يعني تصدر الى هذه الدول، وفي المقابل فيه بضاعه اللي تستورد من هذه الدول. يعني البدايه كانت يعني بدايه يعني كما تعرف ان البدايه تكون شويه محتشمه، لكن فيه يعني اراده للشباب وللتجار منطقه جانات باش يمارسوا هذه التجاره، وهما بنفسهم يلحوا باش تكون يعني التجاره. وحنا رانا سهلنا يعني الامور، وفيه يعني تسهيلات من طرف الدوله لتشجيع هالتجار. تيري الطريق لغا من هذا عبد الرزاق مضى عن الميزانيه فل اريد هنا يسن في الولو هرد وايل انت صغار التجاره تجاره ما ملا واقل ويضسن تجاره المقايضه ما تعكسه الميزانيه ميزانيه الدوله في هذا الاطار نتاع تجاره المقايضه. شكرا. اكيد يعني كتشجيع من السلطات المركزيه وبإعاز من السلطات المحليه باقتراح مشاريع تمس هذا الشأن، تم اقتراح مشروع يتعلق بالدراسه وانجاز مخبر الوقايه، مخبر الوقايه ومراقبه النوعيه، الذي من شأنه ان يساهم بشكل كبير في عمليه مراقبه السلع خاصة سلع المقايضة. هذه العملية تم رصد لها مبلغ معتبر يقدر ب 28 مليار سنتيم بين عنصر الدراسة وعنصر الإنجاز. سنة 2022 عرفت سنة انتهاء من عنصر الدراسة في انتظار يعني بداية ورشة الإنجاز، وفي إلى حين إتمام عملية الإنجاز سيسلم هذا المشروع إلى مصالح مديرة التجارة للاستفادة من هذا المرفق العام. وشكرا. تريد تنمرت رقلا أمغار نغفول نزيهة تل أمغار البلدية تنجانت إذن نقدروا نسانين تلي تجا تانا تانا تاتلتي صغادة ما ملاوا نسمسكل نسلغتين تجا تانا إنساني ظرفان سستاني يجا وسنتي نايم تي دغ ورمز زغن نايم نين فول بتول مغاروه يهلك اظن يهمون منها هنا غتلنا دغ جننا بو دي مالك السويغ تيروتي انت مستينين تيروت تكات الدنيا وهنا غجرني نغفل لها انت مستينين التجاره انا المقايضه مستينين المشروع مهم هلا هي الفائده مقرت يكال أو أن غاسي موسينين نكان واغ المشروع يموسينين تجارة المقايضة إي اللوارم يا قالاس ما تني دخلقي وانتي موسينين أهل واغ أكد هرت واسي موسينين يتكشي نخسا وتدوبين إيوا وضن دار الغلا أو أن ساكن غينين أهل واغ أكد الدنيا تاتا سلسة الدواسة نسن الملفات نسن دغ الولاية ما دغ التجارة أهل غسر عن باشا ساكنين الإجراءات نسن دار هرت وديش مدن يكنا المدير التجاره مشكور فول تسيوي تتجبد يعني وديش مدن نين اي لوان ماسيمو سنين يا راي ديك التجاره تاع المقايضه فتره التسهيلات مثلنا او نغاسيمو سنين نجم يدخ شغله من داو سيمو سنين الدوب انت وهرت يتجه ما فول خاطر ديما الدول الافريقيه تين داو سنين لان اسودور وغنا نلخيا ونديس واند وهرت ما دابينا اخي شغلتنا اهل وهرت التمارس اللي تدق لنا زوجه فولير تلقي والناس فولير الفائده نكل ويدهر او نغاس موسينين نكل ظن هان يتواغ المشروع اسيموس يجي السد ارض الواقع فائده ما قرت الدوله لنا ذكر لنا. سيدت واند ما دق لغ ميديهن ابو بكر فول إما واد انت سنكونين ويجمين الاستثمار ويجمين الاستثمار ميغ اسجت نظرف باش لكنين ما ملا تنجا تسنين غور وندو صندوق ميغ الشاكل واللي واسك فين ارواه ودم الموضوع ارواه يعني ورج تمويتين تسنين ولكن ربما بالك ما زال ورفه من الاخر يدق النت مايكنا انا غاس نكني دغيا ضم ودق لنا ان شاء الله ان حاول
هاسن نوسع دار الاخر نسنا دي جميعين دي فهم انواغ المجال باش دي بالك انت ميض مسلم لان نيتني اتجاه انواغ المجال مي غدا دي امروا دغ خاطر ما اريغا كسيتغ توضيحيا بالنسبه للصناديق وي غير مرغم وسن بس اسباس انا لكم انك كان يدغ الوزاره تننا عيد غاسي مرا باش نكن اكن غين يعني اللي وي الصناديق تاع سنتين مي غل قلنا مي غفول هرتو المعلومه تانا تا كان الصناديق ويلزم مرا نقل كانت تيجي مي نقص المعلومه انا قدك في خاطر بس انا لكم انا راهو للصناديق ويا امور سنقري كريان الوزاره فول ما نسن عيد ساكن ولكن على حسب الاحصائيات تيهرني ليك فن دار المجال واغ وتهين مازال الشباب لنا وتجي تنمرت انك تقلق من نهض وانا ما ملا التجاره فول تفرت ان تهريت دغ صواد وانا الولايه دغ جننا وانا التجاره النظره المستقبليه الكلمه كلمتك الاخيره في النظره المستقبليه للولايه والدوله في هذا الاطار تجاره المقاهي. بالنسبة لتجارة المقايضة أنا متفائل كثير لأن الولاية أولا حديثة النشأة شبابها وتجارها ومتعاملين اقتصاديين تاعها عندهم حماس كبير وهذا ما يدل على أننا نشجع احنا رانا نشجع ونرافق ونتابع يعني بدقة يعني المشاريع نتاع الناس اللي حابين يدخلوا ولا ينخرطوا في تجارة المقايضة احنا نسهلوا له كل الأمور أبواب مصالحنا ولا مديريتنا مفتوحة يوميا على المعلومات نزوده بالمعلومات المرافقة الدائمة ونشجعهم لأن هذا يعني تجارة المقايضة هي حديثة في كما قلت سالفا في ولاية جانت لكن يبقى على الشباب أنه يندمج يعني لتحقيق أهدافه. تنمرت صارقي إذا قلق منها دوان البرمجة كلمتك الأخيرة في هذا الإطار. دائما في إطار برنامج التجارة نذكر فقط في الأخير أن قطاع التجارة بالإضافة إلى المخبر الوقاية استفاد من عملية دراسة لإنجاز مقر المديرية هذا المقر الذي راح يساهم في تحسين الخدمة العمومية في قطاع التجارة لا سيما استقبال التجار والفئة التجارية وفي الأخير نشكركم على حسن الضيافة وبارك الله فيكم. تنمرت عبد الرزاق رقل أبو بكر تفرت أنك تهريت فرت انت تهريت نكيد سينما راهم فول تاغل الحصة تموستين التاريخ إمي مقارني الشباب نانا ويا جمعينين الخدمة فولا دفهم انهارت ولن اندات سم وسدو إما ومسدو بنا اد الطبطر دخسن باش اد جروان الخدمة بالنسبة بالنسبة للشغل يماني درجانت إن شاء الله الأمور فولت كنا الولاية وسع عن المناصب تاسنا نغ المناصب أكثر من إن شاء الله نتمنى خير. تنمرت أبو بكر إذا قل لغ أمغار ننغ تفرت أنك تتهري تتمزق أنا مثل كسير مراك ولا أنا سير مراك فول تي سي تاها نغ جم دير سير مراك فول أسستنا ويا هنغ جم أكد انتين ضمو سنينين هين الفايدة يكل دا تفرت انت تهري تمستين ان مدى فينا نكان ضا هرت ويقن التجارة المقايضة هانا غاكني تاغري شاغتنا نغوية موثنين الشومرا هاسنا كنين تاغر سنين وسندغ وهضا يتنك فينا التسهيلات خاطر دماغ شاغت من دان تنسري اسوا ضد سوندغ الميتي موثنين نهي الفرصة تعز سنة تاك انت نيكا نوين دغ تاقلا اسي موثنين فرصة تاغنا لك غدا ندوهرت يرسيتين الجهد ومقرا تنمرت ابراهيم تنمرت صادقي تنمرت ابو بكر تنمرت عبد الرزاق تنمرت رابح حصاص ومنها ضوان الاشغال العموميه تنمرت نون ادنا ديغ دروغ نوض هرات انت سسيوي تا غاد نتكل دا الولايه تاع جند نساني ني نهارت واغي مداوريكن ارستانات دمد وين هجن ندغ او غرد كي لازرف أو إن دهارت وريك النار سسرتي أنتي نغدين جركي لازرف إدكل تانات إدكل إدن نغ تايتي تنمرت نوان إموها غا إدك قلت لهم تنمرت إي مسوى دن نغ تنمرت أرامي